حاج سليمان, a digital tool expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديوز هن جزء من للمدرس project, ومن خلالهم رح نتعرف على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعلم نستعمل Mentimeter. Mentimeter هي tool كتير سهلة فينا نستخدمها for exit tickets, for reflections, or just to make our lessons more interactive. Let's see how. أول شي منفوت على www.mentimeter.com, نكبس sign up, نكتب الإيميل address, مننقي password تكون قوية, نكتب اسمنا الأول والأخير وبنكبس sign up. أنا رح أعمل sign up with Google لأنه already عندي account. هلأ قبل ما نبلش بالpresentations حنشوف مع بعض الinspiration section يلي هي بقلبها في templates already معمولين فينا نستخدمهم. شو بهول التمبلت بدنا نعرف شغلة انه Mentimeter بحقلنا نستخدم 2 سلايدز مجانا, واذا بدنا اكتر بصير بدنا نعمل ابجريد. فهول التمبلتز معظمهم فيهم اكتر من 2 سلايدز, وبالتالي فينا استعملها مثل ما هي ولكن ما بقدر عدل فيها. سو مثل ما شايفين هول كل التمبلتز اللي هنا اوريدي موجودين محطوطين كمان into categories. مثلا في عنا speakers section, في عنا business section, في عنا education, private events, competition sections. خلينا نشوف مع بعض education section. رح نشوف concept of fractions. سو مثل ما شايفين هون لأنه في عندي كتير slides, سو أنا ما بقدر عدل بهيدي التمبليت, بقدر استعملها مثل ما هي. خلينا نشوف template من واحدة slide. Alright, open presentation. So, هيدي لأنه معمولة من السلايد واحدة أنا بقدر غير فيها. So, for example, بدل ما أعمل What are your favorite Halloween traditions? فينا حط What is your least favorite Halloween tradition? حتى أنه فينا غير بالoptions. So, بدل Watch Halloween movies فينا نقول Watch horror movies. خلينا هلأ أروح على My presentations. ورح نعمل presentation مع بعض. نكبس على new presentation. رح نسميها project based create presentation. So هون بقلب هيدا السلايد في عنا كتير أنواع فينا نستخدمهم, إن كان open ended ولا scales ولا ranking ولا Q&A ولا حتى multiple choice. خلينا نجرب مع بعض multiple choice. فينا نكتب مثلا how was today's session, fun, boring, exciting. فينا حتى زيد صور على السلايدز حتى هيك تكون أحلى. نكبس على image library, let's say learning, مننقي الصورة, منكبس save وبصير في عنا image. حتى فينا نقي image مش بس من image library, من gifs. نكتب boring, خلينا ننقي مثلا هيدي, save, صير عنا. وحتى فيني غير الإيمج لكل البرزنتيشن كمان منفوت GIFs لنقول Happy Monday, Save, وبيصير في عنا صورة on the presentation. والريزلتس فيني يبينوا إن كان as a donut ولا pie ولا حتى dots. نحنا مثل ما بدنا الريزلتس بيقدروا يبينوا على السكرين. خلينا نقبص هلأ على new slide. كمان فينا نستخدم غير types للنيو سلايد, ولكن نحنا هلأ رح نستخدم من examples. So بexamples في عنا slides already معمولين. So لأنه معمولين من slide واحدة بقدر أنا عدل عليها. So لنشوف مثلا meeting check-in. نكبس add. فينا غيرها بطريقة أنه تتناسب مع الشيء اللي أنا عم بعمله بالصف. So مثلا بدل meeting check-in questions فينا اكتب morning check-in questions. حتى بدل ما قال لهم understanding of the meeting فينا حط the sessions purpose. اوكي, ونفس الشيء فينا غير ال results layout whether spider chart ولا sliders. نكبس present وهيك بتبين الصفحة عند التلاميذ. سو إذا بدي أعمل share لهيدي الصفحة بكبس copy link وببعث لهم اللينك على حيالة platform نحن عم نستعمله, إذا كان زوم ولا teams ولا google classroom. وإذا لا فينا أعمل copy للكود وبطلب منهم يفوتوا على www.menti.com ويحطوا الكود تبعهم ليقدروا يجاوبوا على الأسئلة. هلا إذا بدنا نشارك هيدا البرزنتيشن مع حدا من زملائنا بالشغل اللي فينا نعمله إنه بنكبس على share presentation sharing, نعمل copy لللينك وبنبعث لهم إياه باي إيميل. هنا بيفوتوا على الإيميل تبعهم, رح فرجيكم كيف هلا. بيكبسوا على اللينك, بيكبسوا copy to your account, go to your presentation,
وبتصير عندهم بقلب الأكاونت تبعهم. سو فين يستخدموها لهالبرزنتيشن مثل ما هي أو فين يغيروا فيها، هذا القرار بيرجع لهم. وهذا أحلى شيء بمنتيميتر إنه فين يعملوا ريبليكيشن، يعني فين يستخدموا برزنتيشنز حدا تاني عمله. هلأ رح فرجيكم على السريع، إذا حدا من التلاميذ جرب يفتح منتيميتر على التليفون أو حيالة ديفايس، بحطوا الكود بيكبسوا سبميت، مثلا how was today's sessions، بيكبسوا على fun، بتبين على الشاشة عند التيتشر، فبيبين كم حدا نقى fun وكم حدا نقى أشياء تانية. وهيك منكون وصلنا لآخر الفيديو. stay tuned حتى نتعرف سوا على غير online tools بالفيديوز اللي جايين.